وصباح الخير لكل من التحق بنا الآن. المورنينغ متواصلة معكم إلى غاية الساعة 10 دائما. في هذه الفترة نناقش الشق السياسي بامتياز، أو حاضر معنا بقوة هذه الأيام في البرنامج عشية الانتخابات التشريعية في أفريل 2017. عديد الأحزاب السياسية مشاهدينا عرفت أزمات داخلها، لكن هذه المرة الأزمة راهي داخل حزب حمص. حاضر معنا اليوم النائب عن حزب عن حركة حمص نصر حمدادوش، أهلا بك وشكرا لحضورك معنا. أهلا وسهلا، أهلا بك. صباح النور. عناوين الجرائد ربما كما قرأتم الصبيحة وتابعتم معايا، يعني كلها تتحدث عن ما يحدث داخل حركة حمص من خلال اللقاء اللي جمع أبو جرى السلطاني عبد الرحمن سعيدي بجمال ولد عباس. الخبر عناوين اليوم: السلطاني يصارع مقري من جديد على خط الحركة، مستقبل حمص المعارض معلق بنتائج التشريعيات، وعناوين أخرى كيفاش يمكن أنك تعلق عليها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيكم على الاستضافة. واضح بأن حركة مجتمع السلم تصنع الحدث، سواء بسكوتها أو بحديثها، سواء بموقعها داخل الحكومة أو بموقعها داخل المعارضة. هذا يدل على أن الحركة محورية ومؤثرة وعنصر أساسي وفاعل ورقم صعب داخل المعادلة السياسية في الجزائر. أنا أطمئن الرأي العام بأنه لا توجد أزمة ولا ارتباك ولا قلق ولا أي شيء من هذا القبيل. لكن ما وقع أنه يوجد فيه بيان يعني أعلنت عليه الحركة، وربما تبرأت فيه من زيارة السلطاني لجمال ولد عباس أمين عام حزب الأفلان. كيفاش يمكن تقول عن هذا البيان؟ طيب، نحن من واجبنا يعني كقيادة وكمؤسسات رسمية للحركة أن نبين للرأي العام وللمناضلين وأن نضع النقاط على الحروف. وحتى هذا اللقاء الذي تم، يعني الشيخ أبو جرى السلطاني هو كذلك وضح بأنه في إطار لقاءات شخصية ومبادرة منه، وهي غير ملزمة للحركة وغير ملزمة لمؤسسات الحركة. والحركة بينت كذلك في موقف رسمي واضح وبين بأن إذا كان فيه اتصالات أو لقاءات أو مشاورات مع أي طرف في الطبقة السياسية هو أمر طبيعي جدا بين الأحزاب في العالم، ولكن يكون عبر المؤسسات الرسمية والقنوات الرسمية للأحزاب. وبالتالي هذه بالنسبة إلينا قوس، وبالنسبة إلينا لا حدث ولا تشكل أي أزمة داخلية كما يعتقد البعض. ونذكر بأن المسألة محسومة عندنا مؤسساتيا عبر الآلية الديمقراطية داخل مؤسسات الحركة. التوجه الجديد للحركة والموقع السياسي للحركة حسمته مؤسسات الحركة كما يعلم الجميع، منذ كان الشيخ أبو جرة هو رئيس حركة مجتمع السلم في 2012. تم فك الارتباط عن التحالف الرئاسي وتم الخروج من الحكومة، ولما كان كذلك الشيخ عبد الرحمن سعيدي هو رئيس مجلس الشورى الوطني. وبالتالي هذا الخيار هو خيار مؤسسات، وإذا كان هناك من ينادي بتغيير الخط السياسي أو لديه مقاربة أو مبادرة سياسية فمجلس الشورى الوطني حسم في هذه المسألة، وهي أن موقع الحركة داخل تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي داخل هيئة التشاور المتابعة الخط السياسي بالمعارضة، هذا قرار مؤسسات وليس أشخاص. وبالتالي من لديه إشكالية مع هذا الخيار هو لديه مشكلة مع مؤسسات الحركة، وليس لديه إشكالية مع القيادة الحالية للحركة كما يعتقد البعض، لأن المسألة غير مشخصنة لا في الشيخ أبو جرى ولا في الدكتور عبد الرزاق مقري رئيس الحركة الحالي. وهذه نوع من المغالطة عندما يريد البعض أن يجعلها نوع من الثنائية أو نوع من الاستقطاب، وإنما هناك خيار مؤسسات الحركة يجب على جميع أبناء الحركة الانضباط به، وهناك من يحاول أو لديه مقاربة نقول له ما عليك إلا أن تطرحها أمام مؤسسات الحركة والتي تفصل فيها. جيد، تحدثت قلت أن هذا الأمر هو شخصي ولا علاقة للحركة بما قام به أبو جرى السلطاني وعبد الرحمن السعيدي. أيضا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس رد وتحدث ربما بنفس الطريقة وبنفس اللهجة، وقال أنه كان لا يعدو عن كونه لقاء شخصي مع إطارين. أستاذ حمدادوش أو سيد حمدادوش، هل ترى أن
إذا كان ما يمكن فيه دعوة من قبل جبهة التحرير الوطني للنقاش للحوار لطرح قضايا سياسية، هل ستلبون هذه الدعوة وأن لا تجدوا فيها حرجا، يعني ما تشوفوش فيها حرج؟ شوف، حركة المجتمع السلمي يعني منذ 2013 يعني من المؤتمر الخامس والقيادة الجديدة، وهي فاتحة خطوط الاتصال واللقاء والمشاورات مع جميع أطراف الطبقة السياسية بما فيها أحزاب السلطة، والجميع يذكر ميثاق الإصلاح السياسي الذي بادرت به حركة المجتمع السلم قبل الرئاسيات 2014، وتم اللقاء مع حزب جبهة التحرير الوطني، مع التجمع الوطني الديمقراطي، مع الوزير الأول، مع شخصيات داخل السلطة. فالحركة منفتحة على كل الحساسيات وكل الأحزاب وكل التيارات، وهي تمد يدها بالحوار وبالتوافق وبتحمل المسؤولية الجماعية من أجل إنقاذ البلاد من أي أزمة محتملة. ولكن أي لقاء يتم لا يكون إلا عبر مؤسسات الحركة والقيادة الرسمية ووفق أجنداتنا وأهدافنا وبرامجنا. وصلت فكرة. إذن أنتم ليس لديكم مانع في لقاء أمين العام لجبهة الأفلان؟ من حيث المبدأ ليس لدينا إشكال، ولكن المسألة تقررها مؤسسات الحركة في الظرف، في الزمان وفي المكان وفي الظرف المناسب. ممتاز. ننتقل الآن أستاذ سيد حمدادوش إلى قضية تحالف الإسلاميين، مؤخرا تحالف بين النهضة والعدالة والتنمية، من حيث الشكل كيف تجدونه باش ننتقلوا في النقاش؟ شو بالنسبة إلينا، نحن نبارك أي جهد وحدوي وأي جهد تنسيقي وأي عمل تشاركي، وهو خطوة نحو لملمة الشمل، ونحن نريد أن تكون هناك أقطاب سياسية كبيرة وبأوزان وبتمثيل وبرمزية كبيرة داخل الجزائر، بعيدا عن تشتيت المشتت وتقسيم المقسم وتقزيم المقزم. فهذه الوحدة نباركها بين إخواننا في حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية، وهي عودة إلى الأصل وتصحيح لمسار تاريخي وقع بينهم. وأعتقد أن رمزية هذه الخطوة ليس فيما يتعلق بالانتخابات، وإنما في البعد الاستراتيجي لها، وهي أنها تتجاوز مجرد التحالف الانتخابي والذهاب إلى وحدة اندماجية تنظيمية تعود إلى حركة النهضة التاريخية. نعم، ألا ترى أنه ظرفي ربما يأتي عشية اقتراب موعد انتخابات شرعية 2017؟ شو بالمناسبة، أول مشكلة الانتخابات ليست سيئة وليست عيبا وليست عارا في حد ذاتها، لكن السيء والمصلحة المتبادلة. نعم، والمصلحة السيء أن تصبح التحالفات ظرفية تنتهي بانتهاء المصلحة للانتخابات كما ذكرت. يعني هذه تسمى مصلحة وليست مفسدة، يعني حتى الانتخابات والدخول بالقوائم المشتركة ومنطق الحزب السياسي هو لابد أن يفكر بمنطق الفوز بأي آلية ديمقراطية أو سياسية أو سلمية أو قانونية، بأي وسيلة يرى نفسه أن يفوز بها، فهذا لا يعاب عليه، بل هذا هو المنطق السياسي للبحث عن الفوز. ولكن أنا أؤكد أن هذا الجهد الوحدوي الذي توجه إليه الإخوة، هم يقولون بأنه ينتهي بوحدة تنظيمية اندماجية تتجاوز ظرفية الانتخابات. تباركون تحالف بين النهضة العدالة والتنمية؟ مستقبلا أيمكن أن يكون تحالف بين كل الأحزاب الإسلامية لتجسيد قطب إسلامي في البلاد؟ شوف، ولا أتحدث عن الانتخابات رغم أنها مصلحة كما قلت. نعم، ليست يعني أتحدث عن المبدأ. شوف، نحن نعتقد في حركة مجتمع السلم بأن كثرة الأحزاب من كل العائلات السياسية، يعني حتى التيار الوطني مشتت ولديه أحزاب، وأنشق عن الحزب الأم الوطني عديد الأحزاب. التيار الديمقراطي نفس الشيء هو كذلك مشتت. نحن بالنسبة إلينا في التيار الإسلامي كثرة الأحزاب الإسلامية مشتت للجهود وللأوعية الانتخابية ومضيع للأوقات كذلك، يعني فلذلك يعني كل جهد وحدوي نحن نباركه بين الجميع. ولكن نعتقد بأن كذلك لو يكون حزب إسلامي واحد ووحيد فقط، هذا كذلك غير 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 طبيعي، لأننا نريد أن تكون هناك تعددية حقيقية، تكون هناك تنافسية حقيقية، يكون هناك تداول حقيقي. ورؤيتنا الاستراتيجية أنه تكون أحزاب كبيرة من كل العائلات، يعني التيار الإسلامي لما لا يكون لديه حزبان أو قطبان إسلاميان كبيران؟ فشلتم في هذا أستاذ حمدادوش. لا، هذا لا فشلتم، فشلت الأحزاب الإسلامية اليوم على غرار وقت سابق اللي كانت ناجحة في لم المواطنين وفي لم الجزائريين حولها كانوا يثيقوا فيها، فشلت اليوم الأحزاب الإسلامية في تكوين مشروع موحد. شوف يا أختي الكريمة، تفضل.
محاولة التركيز على تشويه صورة الإسلاميين هذا غير منصف وغير عادل. لا نحاول كل التيارات وكل العائلات معلش كل العائلات كل العائلات السياسية كل العائلات بما فيها أرجع حتى الحركة الوطنية، أرجع حتى إلى الثورة التحريرية، أرجع إلى جبهة التحرير الوطني أثناء الثورة التحريرية، ما بعد الاستقلال فرقاء مفجري الثورة التحريرية وقع ما وقع بينهم، وهذا لا يخدش رمزيتهم ولا يمس بتاريخهم. كذلك أي الحركة الإسلامية منذ تأسيسها من عهد السرية وفيها هذا التنوع وهذا الثراء وهذا الاختلاف، المشكلة ليست في الاختلاف في حد ذاته ولكن كيفية إدارة هذا الاختلاف والاستفادة من هذا التنوع وتبادل وتكامل الأدوار. سلطاني زار جمال ولد عباس اضطركم تعملوا بيان وتتبرؤوا من هذه الزيارة وتقولوا أنها لا تمثل الحركة، هذا سلوك تنظيمي من حركة هذا سلوك كبيرة. تنظيمي هذا سلوك تنظيمي وسلوك رسمي يحترم الرأي العام ويحترم المناضلين، لنضع النقاط على الحروف بأن هذا السلوك لا بد أن يوضع في سياقه، لأننا لا يمكن أن تشوه صورة الحركة بأن هناك مساعي سياسية وخاصة مع أحزاب السلطة ونحن على أبواب الانتخابات ونحن في موقع المعارضة ولدينا شركاء داخل هذه المعارضة، وهذا يمس بمصداقية ورمزية الحركة، ولذلك لا بد أن نبين بأن هذا السلوك فردي وليس رسمي. وصلت الفكرة. نرجع لقضية الأحزاب أو تشكيل قطب إسلامي موحد. أستاذ السيد حمدادوش، بعض الأحزاب الإسلامية المحسوبة على المعارضة أو كلها المحسوبة على المعارضة إن شئت ذلك تحالفت مع أحزاب الموالاة، وهذا الشيء أثر بمصداقيتها عند الجزائريين اللي خلاها تخسر الكثير من مناضليها وأيضا تخسر الكثير من مصداقيتها عند الجزائريين. كيف تشوف هذا الشيء؟ شوف الأصل أن الجزائر كما يعني قرر هذه القاعدة الشيخ محفوظ نحناح الله يرحمه رحمه الله، الجزائر حررها الجميع ويبنيها الجميع، والحركة عندما تحالفت سواء في الائتلاف الحكومي أو التحالف الرئاسي منذ سنوات الأزمة الأمنية في التسعينات كان ذلك بواجب وطني. السياق اليوم يختلف. نعم السياق اليوم يختلف. ولذلك نحن عندما يعني استقرت الجزائر وأعادت مؤسساتها الشرعية وتحقق المصالحة الوطنية قلنا بأنه الآن هو ميدان المنافسة وكل حزب يتجه إلى الشعب عبر الانتخابات، فلذلك في لحظة الأزمات حركة مجتمع السلم تلبي واجب النداء الوطني في الحفاظ على الدولة الجزائرية. الآن لماذا لا تتحالفون اليوم إذن مع من؟ مع الأحزاب الإسلامية وتشكلون قطب إسلامي موحد. لا أنا قلت لك يعني نحن نبارك أي تحالف ولا أي تكتل، وكانت عندنا تجربة تكتل للجزائر الخضراء وهذا نموذج عملي وهي تجربة بنيت عليها مثل هذه الأفكار الجديدة اللي هي التحالفات الانتخابية والاندماجات التنظيمية، فنحن لدينا كذلك مشاريع في هذا الجانب ولكن غير ظرفية وغير مرتبطة بالانتخابات. حركة مجتمع السلم بإمكانها أن تشارك في الانتخابات القادمة وبكل أريحية بمفردها ولا يزعجها تكتل كل الإسلاميين وكل الأحزاب الإسلامية أن تتكتل. لكنها لن تتكتل. لا منك الجواب. لا يعني لا جواب واضح أستاذ. واضح. نحن بالنسبة إلينا عندنا أولوية مدرسة الشيخ محفوظ نحناح وعندنا مساعي جدية مع جبهة التغيير، وإذا وصلنا إلى العقبة ليست في الانتخابات فبإمكاننا أن نتحالف انتخابيا، ولكن العقبة أن نصل إلى تصور نهائي وتفصيلي إلى مشروع استراتيجي اللي هو الوحدة التنظيمية وتكون الانتخابات محطة أو واضح. جزئية في هذا المسار. واضح جواب واضح. الآن أتحدث عن الأحزاب الإسلامية ليس من ناحية التموقع السياسي في البلاد لكن من ناحية من يرأس الأحزاب الإسلامي في الجزائر، مع امتداد لو ما نتحدث عن الأحزاب الإسلامية نلاحظ أنه كان فيه دائما لا أقول حرب لكن كان دائما ضمنيا حب البقاء على رأس الحركة أو حب البقاء على رأس الحزب. الإسلاميين لحد الساعة أو لحد اليوم ما نشاهده في أحزابها وكأنها من يرأس ومن يتزعم حرب زعامة موجودة في الأحزاب الإسلامية اليوم. هل ما يحدث بين مقري، وقد يقول المحللون أن ما يحدث بين مقري والسلطاني هو دليل على ذلك؟ شوف يعني لا يمكن أن نختزل المسألة وكأنه حب الزعامة. كل حزب لديه آلياته الديمقراطية في اختيار القيادة، فإذا تمت بطريقة ديمقراطية شفافة
ولوائح الحزب تسمح لهذا الرئيس الحزب أنه يبقى في رئاسة الحركة، فهذا لا تعتبر زعامة ولا يعتبر احتكار للمنصب. نحن في حركة مجتمع السلم لدينا آلية ديمقراطية أن اللوائح لا تسمح لرئيس الحركة أن يترأسها لأكثر من عهدتين، وهذا خلق هذا النوع من الديناميكية والتداول السلمي على القيادة داخل التنظيم الواحد، وبالتالي ليست لدينا عقدة الزعامة. والآن فعلا ما وصل إليه فكر الحركة الإسلامية في الجزائر، نعم، لأنه قد انتهى زمن كاريزما وزعامة الشخص، وانتقلنا من المؤسس إلى المؤسسة، وعندنا أمثلة رائعة ومشرقة في أن قوة المؤسسة أقوى من قوة القيادات الشخصية، وبالتالي يعني كرسنا هذه الآلية الديمقراطية في تسيير الحركة وفي تسيير الخط السياسي ومشاريع الحركة. ولذلك نحن الآن ليس لدينا حرب الزعامة لا بين الشيخ أبو جرة السلطاني والدكتور عبد الرزاق مقري ولا بين غيرهما، فالمسألة محسومة بالآلية الديمقراطية داخل الحركة. قوة المؤسسة من قوة المشروع الذي تقدمه السي حمد دوش، أليس كذلك؟ اليوم ما هو المشروع المقدم؟ مشروع حزب، مشروع الإسلاميين، اليوم السياق يختلف. قلت نحن أوفياء لنهج الراحل نحناح رحمه الله، لكن ربما السياق كان يختلف وقتها، واليوم تحديات أخرى أمامكم. ما هو المشروع اللي تقدموه للجزائريين؟ شوف، كل حزب سياسي معتمد في الجزائر إلا ولديه برنامج، وهو مقدم في لوائح الحزب إلى وزارة الداخلية، ومعتمد هذا الحزب على أساس ذلك، صحيح؟ بما أن الحزب لم يصل بعد إلى الحكم، فعلا لا يمكن اختبار هذا البرنامج وهذا المشروع مدى صدقيته، مدى نجاعته، مدى واقعيته، مدى قيمته المضافة، لا يمكن تجريب ذلك ما دام الحزب لم يصل إلى الحكم. ولكن قبل ذلك المشروع من الناحية النظرية موجود، وكل الانتخابات التي شاركنا فيها تقدمنا بها بمشاريع وبمقترحات وببدائل، وإلا ما قيمة حزب يشارك في الانتخابات ويعرض نفسه بديلا ويعرض مصداقيته، برنامجه، رجاله، يعرض هم على الرأي العام وعلى الشعب وعبر الآلية الديمقراطية في الانتخابات. فالمشروع موجود، المشروع موجود، لكن الذي يطالب بالمشروع هو الذي يمارس مسؤولية الحكم الآن. لماذا؟ ليس لديه رؤية وليس لديه مشروع، وأوصلنا إلى هذه النتيجة أو هذه الحصيلة السلبية التي الجميع يبحث عن البدائل والجميع يبحث عن الحلول. الذي يبحث عن الحلول الآن هذا دليل على إفلاسه في الحكم، وكان من المفروض يحترم سنة الحياة في التداول على الحكم. فلذلك نحن كحركة أو كتيار إسلامي عندنا مشروعنا ومكتوب وموزع ومعروض في كل الحملات الانتخابية. وبالمناسبة حركة مجتمع السلم الآن أنجزت إنجاز كبير جدا للذهاب إلى حزب مدني بمرجعية إسلامية نوفمبرية. الآن عندنا اللجان القطاعية المتخصصة، هذا مشروع استراتيجي، ووصلنا إلى وضع برنامج دولة وحكومة فيه 34 قطاع ببرنامج علمي ومتخصص ساهم فيه كل الإطارات وكل الخبراء من داخل مؤسسات الدولة وإطارات وخبراء الحركة والأكاديميين والباحثين، وهو جاهز وسيتم عرضه إن شاء الله تعالى بمناسبة الانتخابات القادمة. سي حمد دوش، ربما في الختام أختم بجريدة البلاد صادرة اليوم، صفحتها هذا الصباح. نعم. وزير الشؤون الدينية محمد عيسى يقول، وصفهم بأشباه المفتين والعلماء، محمد عيسى يهاجم محرمي احتفالات الريفيون وكأنه يقول لا حرج في الاحتفال في الريفيون. بما ترد؟ شوف، الآن لا أتكلم كقيادة، أنا كنت إمام أستاذ قبل أن أكون نائب في البرلمان. الذي يفتي في هذه المسألة هو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية أو المجلس العلمي المخول دستوريا بإبداء الرأي الشرعي في أي قضية تعرض ما عليه. في رأيك؟ هذا كلامه سياسي، ما رأيك؟ وهو في موقع سياسي. تتهم أنه كلام سياسي؟ تتهم محمد عيسى أن هذا التصريح هو سياسي؟ نعم، أنا لا أخذ الفتوى إلا من أهلها. وأنا في اعتقادي حسب علمي الشرعي المتواضع، يعني إذا كان الاحتفال بهذه المناسبة، إذا كان الاحتفال هو تشبه بأهلها، نعم، وذات صبغة دينية، نعم، فلا يجوز التشبه فمن تشبه بقوم فهو منهم. إذا كانت هذه من العادات، إذا كان هذه من العادات ولا توجد فيه مخالفات شرعية، نعم، فالأمور بمقاصدها وإنما الأعمال بالنيات. كل عام وانت بخير. الله يبارك فيك إن شاء الله. ونتمنى أن يتم الاحتفال برأس السنة الهجرية وبالمولد النبوي الشريف أكثر مما يحتفل برأس السنة الميلادية.
نائب عن حركة حمص ناصر حمدادوش، شكرا جزيلا لحضورك معي اليوم. إذا المشاهدين كان هذا الشق السياسي في برنامج الشروق مورنينغ، متواصل معكم لغاية الساعة 10.